only meat? Yes, only meat. Okay, no problem then. Okay. مشهد مسيء ولحظة تحمل الكثير من الأسى وتصرف غير لائق صدر من شاب يمني تجاه موظفة سعودية آوته بلادها من منطلق العروبة وحسن الجوار، ولم يحسن هو رد الجميل فعبث بستر بناتها وحاول أن يحصل على ما لا يحق له، ظنا منه أن تطاوله في حق الإنسانية لن يكشفه أحد، لكن القدر كان يخبئ له لقطة بألف كلمة سجلتها عدسات الكاميرات لتكشف زيف مبادئه وتعلن الحداد على ما تبقى من مشاعر صادقة. فما القصة؟ شكت إحداهن في تصرف الشاب اليمني منذ اللحظة الأولى، فقررت أن تسجل كل ثانية تمر عليها برفقة الثنائي الذي تبتاع منه بعض متطلباتها في المملكة العربية السعودية. موظفة سعودية تقف أمامها تعاونها على الحصول على ما تريد بسلاسة ويسر، ومراهق يمني يقف بجوارها يحاول بكل طريقة العبث معها لكن دون جدوى. كانت الفتاة المنتقبة تسند بيدها على منضدة أمامها ظناً منها أنها في يد أمينة ولن يحاول أحد أن يكشف سترها أو يعبث باستقرار تعيشه في البلاد المقدسة الآمنة، لكن على ما يبدو أن هذه المرة كانت تخبئ لها الكثير، إذ مد اليمني يده على كفها وحاول أن يلامسها دون رغبة منها، إذ سحبت يدها في المرة الأولى وفي الثانية وفي الثالثة وضعتها بجانبها خوفاً. كانت عيناه زائغتين ينظر في كل اتجاه حوله لأنه يدرك أنه يتصرف بشكل غير مناسب وأنه يحاول عبثاً أن يتجاوز في حق سيدة تريد أن تحافظ على نفسها ولا تبغى ذلك التجاوز. بعدها لم يجد طريقة مناسبة للقيام بفعله غير اللائق، فقرر أن يبتعد عنها، وربما شعر أن هناك ما يحاكى له دون أن يدري، إذ أن السائحة الأجنبية تثبت هاتفها منذ أن دخلت عليهما. وفي الوقت نفسه حافظت المنتقبة السعودية على هدوئها وحاولت أن تنهي الموقف قدر الإمكان دون أن تشعر السائحة الأجنبية بأن هناك ما يدعو للشك أو يخيفها في بلاد الحرمين الشريفين، لكنها لم تكن تدري أن تلك السائحة هي من ستكشف حقيقة ما حدث، ولن تكتفي بالصمت مثلما تفعل المنتقبة السعودية في كل مرة حفاظاً على سمعة المكان وقدسيته. على الفور انتشر المقطع المصور عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي وبدأ الجميع في إيجاد المبررات للمراهق اليمني على فعله. بعضهم أشار إلى أنه كان يمسك بورقة في يده يحاول أن يعطيها لها، لكن المنتقبة السعودية ربما فهمت الأمر بطريقة أخرى. البعض الآخر أشار إلى أن المسألة كانت غير مقصودة وأنه كان يحاول أن يسند يده وحسب، ولكن في ذلك المشهد الصورة بألف كلمة، فآلة استخراج الأوراق أمام المنتقبة السعودية وتحركاتها إلى أبعد نقطة ممكنة عن ذلك المراهق أفادت بحقيقة ما حدث، ولولا ستر الله عليها لربما تطرق الأمر إلى ما هو أكثر من ذلك، لكن على ما يبدو أن الأوان قد آن لكشف حقيقة الأمور على الملأ وإعطاء كل ذي حق حقه.